السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام، أهلا وسهلا بكم مع دكتور وائل جودة في لقائنا الطبي المتجدد الطب والحياة. النهاردة حبيت أكلم حضراتكم عن مادة مهمة جدا 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 بتفرز من الكبد وتخزنها المرارة ويمررها الكبد عبر القنوات الصفراوية إلى المرارة والأمعاء الدقيقة عشان تحسن عملية الهضم بهندسة ربانية سبحان الخالق المبدع. المادة دي هي العصارة الصفراوية. العصارة الصفراوية ينتجها الكبد ويمررها عبر القنوات الصفراوية ليتم تخزينها في المرارة ويتم تمرير جزء منها إلى الأمعاء الدقيقة عشان تساعد من عملية الهضم وتحسن من وظائف الجهاز الهضمي ككل. إزاي بتخرج العصارة الصفراوية من المرارة مع الأكل؟ هي طالما المرارة هي المخزن، سبحان الله، لما بناكل أول ما بيبدأ الأكل ينزل من البلعوم ويبدأ يخش المريء والصمام المريء العلوي يبدأ يقفل، تبدأ الصمام المريء السفلي يفتح والمرارة تبدأ تنقبض انقباضات متتالية بسيطة شوية. بعد كده بتزيد انقباضات المرارة، بتعمل زي ما تكون بتتعصر، عشان لما الأكل بيبدأ يوصل للمعدة تبدأ انقباضات المرارة تزيد شوية عشان تبدأ تزود إفراز العصارة الصفراوية وتطلعها بتركيز عالي جدا. التركيز ده كفيل إنه يحسن من حركة الجهاز الهضمي وتحسين وظائف الجهاز الهضمي وإذابة الدهون كبيرة الحجم إلى جزيئات صغيرة عشان يفيد الجسم بأكبر قدر ممكن من الفيتامينات والعناصر الهامة الموجودة في الدهون دي، وبالأخص حاجة اسمها فات سوليبل فيتامينز اللي هي الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ودي هتكلم عنها دلوقتي. يبقى أول ما بناكل الأكل يبدأ ينزل، لما يوصل للمعدة المرارة بتنقبض انقباضات متتالية عشان تطلع العصارة الصفراء بتركيز عالي. التركيز ده هو الكفيل بتحسين الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم وإخراج وتفتيت الدهون إلى جزيئات صغيرة جدا عشان يفيد الجسم بأكبر قدر ممكن من الفيتامينات الموجود فيها. طيب السؤال اللي ممكن يطرح على أذهان حضراتكم دلوقتي، طيب أنا لو شلت المرارة إزاي هستفيد؟ إزاي الجسم هيستفيد من العصارة الصفراوية؟ أولا الناس اللي بتشيل المرارة بتشيلها لأسباب مهمة جدا جدا جدا. رقم واحد، المرارة يكون فيها حصوات، والحصوات دي قابلة إنها ممكن تدخل القناة المرارية وتقفلها، فبالتالي ممكن تزود نسبة الصفرة. الصفرة دي مضرة جدا للجسم ككل وممكن تعمل تسمم في الجسم ككل وممكن تأذي الكبد وتعرض الكبد لالتهاب كبدي وتبقى المشكلة كبيرة جدا جدا، وقد يصل الأمر إلى فشل في معظم أجهزة الجسم. السبب الثاني ان يكون عندي التهابات مزمنه في جدار المراره من وجود الحصوات، ما بترتاحش العلاج والتهابات متكرره والمريض دايما ما بيرتاحش من الالم. دي الاسباب الاساسيه اللي ممكن على اساسها ان انا افكر اشيل المراره وما استناش. طب انا لو شلت المراره يا دكتور، طب انا كده هفقد العصاره الصفراويه؟ لا، انت ما بتفقدش العصاره الصفراويه، حضرتك بتفقد التركيز العالي للعصاره الصفراويه اللي بيحسن اكتر من وظائف الجهاز الهضمي واذابه الدهون لجزيئات صغيره، ولكن في عصاره صفراويه بينتجها الكبد يمررها عبر القنوات الصفراويه بتصل مباشره الى الامعاء، كده المخزن اتشال اللي هو المراره فبتخش الامعاء ولكن بتركيز اقل، بتحسن الهضم فعلا ولكن مش بالطريقه اللي بيبقى موجود فيها العصاره الصفراويه ككل، وبتبقى الموضوع ده مصحوب بأعراض ما بعد استئصال المرارة اللي هي البوست كوليسيستكتومي سيندروم. دي ظاهرة طبية اللي هي ظاهرة ما بعد استئصال المرارة، ولها أعراض كتيرة جدا 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 الأطباء طبعا عارفينها، اللي هي عدم ارتياح في الأكل، الميل للترجيع، انتفاخات متتالية، التكريع الزايدة، الغازات اللي هي يعني عدم، بمعنى صح عدم ارتياح جهاز الهضم بعد الأكل مباشرة. ولازم المريض يكون متابع مع الدكتور بتاعه عشان يبدأ تدريجي مشي بالعلاج اللي ممكن يخلصه من الأعراض دي تدريجي بعد استئصال المرارة. احنا كده عرفنا ان الكبد بينتج العصارة الصفراء زي ما قلت، ومرارها يخزنها في المرارة ويمررها عبر الأمعاء الدقيقة عبر القنوات الصفراوية اللي تصل الأمعاء الدقيقة وتحسن الهضم. وبعد استئصال المرارة المرارة بتتشال والكبد بيمرر العصارة بيمرر العصارة الصفراوية عبر القنوات الصفراوية مباشرة إلى الأمعاء. خلاص؟ طيب ايه اللي بيحسن
الموضوع ده وايه اللي بيساعد المرارة في الموضوع ده؟ حاجات كتيرة في الجهاز الهضمي. البنكرياس بيفرز انزيم اسمه لايبيز انزيم، خلاص. اللايبيز انزيم ده مهمته انه يبدأ يحفز او يزود من كفاءة المرارة في اخراج العصارة الصفراوية، عشان كده بيساعدها انها تفتت الدهون لجزيئات صغيرة جدا جدا جدا، بتساعد في إذابة الدهون واستفادة الجسم من الفيتامينات التي تزود في الدهون اللي هي الفات سولبل فيتامينز. في هرمون بيفرز من الاثنى عشر اللي هو كوليسيستوكاينين، ده برضو بيحسن من إخراج العصارة الصفراوية وظائفها في تحسين الهضم وإذابة الدهون. في إنزيم البيبسين وفي هرمون الجاسترين، دول بيفرزوا من المعدة، مهمين جدا 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 برضه في تحسين الجهاز الهضمي وإذابة الدهون، عشان تفيد الجسم بأكبر قدر ممكن من الفيتامينات التي تزود في الدهون. يعني أنت يا دكتور قاعد تقول لي الفيتامينات التي تزود في الدهون، الفيتامينات التي تزود في الدهون، طب إيه هي الفيتامينات التي تزود في الدهون؟ الفيتامينات التي تزود في الدهون رقم واحد فيتامين ألف أو فيتامين إيه. الفيتامين ده اللي مسؤول اللي نقصه بيؤدي إلى العشاء الليلي أو العمل الليلي أو نقص الرؤية الليلية أو ضعف الرؤية الليلية. يعني العصارة الصفراوية مهمة جدا في امتصاص فيتامين ايه. تاني فيتامين هو فيتامين اي او فيتامين ها. الفيتامين ده اللي بيتم تخزينه في العضلات والغدة النخامية، مهم جدا جدا في حماية القلب والأوعية الدموية من الأكسدة. عشان كده أنا بنصح كل الناس إنها تاخد فيتامين ها كبسولة واحدة يوميا، اسمه فيتامين اي او فيتامين ها، وموجود في الصادرات بنفس الاسم. ده مهم جدا. طب العصارة الصفراوية بتقدر تمتص الفيتامين ده وتفيد الجسم منه وتحمي القلب والأوعية الدموية من الأكسدة. عشان كده الناس اللي هم مرضى القلب دايما الدكتور بيكتب لهم فيتامين اي او فيتامين ه ده دايما باستمرار. نقص الفيتامين ده ممكن يؤدي لعضلة القلب الى مشاكل في عضلة القلب ومشاكل في الشرايين ويؤدي للأكسدة داخل الشرايين. ثالث فيتامين هو فيتامين د اللي هو بيحسن من العظام ويحسن من امتصاص الكالسيوم في العظام. طبعا العصارة الصفراء لها دور مهم جدا في زيادة امتصاص فيتامين د وإفادة الجسم بفيتامين د. فيتامين كاف واحد اللي هو ناقصه بيؤدي إلى النزيف المتكرر. فيتامين كاف اتنين اللي هو ناقصه بيؤدي إلى ترطيب الكالسيوم في الشرايين. كذلك العصارة الصفراوية مهمة جدا 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 في امتصاص الأحماض الأمينية الأساسية زي الأوميجا 3، وده مضاد أكسدة قوي، مهم جدا في حماية الجسم من الأمراض، ودايما برضو من الحاجات المهمة إن احنا ناخدها اللي هي الأوميجا 3. يبقى أنا بنصح الأوميجا 3، فيتامين إي، فيتامين د، فيتامين ألف أو فيتامين إيه، وفيتامين كاف واحد وكاف اتنين للناس اللي هو مسموح لهم إنهم ياخدوهم، لأن في بعض الناس عندها مشاكل كتيرة جدا ما تسمحش بفيتامين كاف واحد او كاف اتنين، فلازم اخدهم يبقى تحت اشراف طبي. انا بس حبيت انوه عن وظائف العصارة الصفراوية في امتصاص الفيتامينات المهمة دي، الفيتامينات اللي بتزود في الدهون. الحصوات طبعا اللي بتتكون في المرارة بتتكون نتيجة نقص العصارة الصفراوية وزيادة الكوليسترول في الدم. الكوليسترول طبعا عارفين هو جزيء دهني كبير جدا، بس المفروض ان هو معدل في الجسم. والجدير بالذكر ان الكوليسترول اصلا مفيد عشان المراره تطلع عصاره صفراويه، ولكن بالحد المسموح به في الجسم اللي هو 5.5 مللي مول لكل لتر او 200 مللي جرام لكل ديسي لتر. لو زاد عن كده تحصل المشكله ان غالبا العصاره الصفراويه ما بتقدرش تدوب الدهون دي وبتتراكم وبتتكلس، بتتصخر كده جوه المراره وبتبدا تكوين الحصوات المراريه. يعني الحصوات المراريه بتتكون من زياده الكوليسترول ونقص العصاره الصفراويه. وزي ما قلت لكم الكوليسترول مهم اصلا في تكوين العصاره الصفراويه، ولكن بالحد المسموح به. عشان كده بنصح الناس انها تحافظ في اكلها وشربها من اكل الدهون بكثره، اكل الزيوت بكثره، ما ناكلش وننام، ما ناكلش الاكل فيه مواد حافظه، ما نشربش الحاجه اللي فيها صودا بكثره. يعني نبدا نقلل وزننا، يبدا فيه رياضه يوميه، نشرب ميه كتير. كل ده مهم جدا في ان احنا نقلل من الكوليسترول في الدم. ولو لقيت نسبه الكوليسترول عاليه جدا في ادويه طبعا بتتاخد لزياده نسبه الكوليسترول. غالبا في ناس كتير ماشي عليها وفي ناس كتير عارفاها، في انواع كتيره بالرغم ان لها بعض الاضرار من الاستخدام، ولكنها مهمه جدا 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 عشان عدم تكوين حصوات مراريه. وممكن نغلب على مشاكلها في زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، ان احنا بناخد حاجه اسمها كو انزيم كيوتين،
ده مهم جدا، بيقلل شوية تأثير الأدوية على العضلات والعظام بتاع الجسم اللي أثرها على الكبد، وبيساعد في توليد الجلوتاثيون المهم جدا جدا اللي بيخرج من الكبد. طيب فايدة العصارة الصفراوية التالية إيه؟ العصارة الصفراوية مهمة جدا في تحويل الثيروكسين اللي هو تي 4 بتاع الغدة الدرقية الى الاكتيف فورم او الفورم النشطه بتاعته اللي هي تي 3 اللي هي ثلاثي يود الثايرونين. عشان كده مهمه جدا جدا في الحفاظ على نشاط الغده الدرقيه. عشان كده ناس العصاره الصفراويه او الناس اللي عندها مشاكل في المراره او مشاكل في الكبد، وبالتالي العصاره الصفراويه بتلاقي عندهم بيبقوا اغلبهم معرضين لقصور الغده الدرقيه. كذلك العصاره الصفراويه مهمه جدا في ضبط مستوى السكر في الجسم. الناس اللي عندها سكر في الدم غالبا لما العصارة الصفراوية بتكون بتتولد بكمية كبيرة أو بكمية كافية، غالبا مستوى السكر عند الناس بيكون كويس، وغالبا الهضم بيكون كويس. فدايما مريض السكر لما يجي يشتكي من الجهاز الهضمي باستمرار، اعرف ان العصارة الصفراوية عنده قليلة شوية، ونبدأ نعوضها له شوية بالأدوية أو نحفزه شوية، نحافظ على أكله وشربه اللي ممكن يولد عصارة صفراوية كافية في الجسم عشان تساعده في ضبط مستوى السكر في الجسم. من الأدوار المهمة جدا للعصارة الصفراوية بتساعد في هضم الخضروات. طبعا كلنا لما بنسمع الخضروات بنقول لك يا دكتور ده الخضروات دي بتنفخ البطن وبتخليه مش مرتاح وبفضل فترة طويلة ومش عارف ايه، وفي بعض الناس بتقول لك انا ساعات بيجي لي اسهال لما باكل خضار وكلام من ده. لا طبعا، العصارة الصفراوية لما بتكون بتفرز بكمية كافية غالبا بتساعد في هضم الخضروات، وبالذات الخضروات اللي بتحتوي على حاجة اسمها كاروتينز وكلوروفيل. عشان كده انا بنصح كل الناس وهي بتاكل خضار وبالذات طبق السلطة مثلا، انها تحاول تحط عليه 3 معالق زيت زيتون، 3 معالق زيت جوز هند. الحاجات دي يا جماعة بتفيد جدا جدا، بتزود العصارة الصفراوية اللي طالعة من المرارة، وبتحسن من هضم الخضروات، وبتقلل من الأعراض اللي ممكن تبقى مصاحبة لأكل الخضروات من غير الزيوت دي. وجربوا كده، تحطوا 3 معالق زيت زيتون أو 3 معالق زيت جوز هند على طبق السلطة وتاكلوهم، أو يعني عموما أو بعض أو أكل الخضار. لو أنت حتى أكلت خضار وما ينفعش تحط عليه مثلا زيت زيتون أو زيت جوز هند، ممكن بعد الأكل تحط معلقتين زيت زيتون أو 3 معالق على نص كوباية مية وتشربهم، وأنت هتشوف الفرق. فعلا هتحسن وظيفة الجهاز الهضمي عندك تماما، مش هتلاقي الاضطرابات اللي بتحصل، الانتفاخات المتتاليه، الريح المتكرر، التقريع المتكرره من الجهاز الهضمي بعد اكل الخضروات. يبقى ده من ضمن الوظائف المهمه ان العصاره الصفراويه بتساعد في هضم الخضروات. من ضمن الوظائف الهامه جدا 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 ان العصاره الصفراويه بتساعد في قتل البكتيريا الضاره او تقليل نشاط البكتيريا الضاره وزياده نشاط البكتيريا النافعه في الامعاء، مما يساعد في منع مسببات الامراض للجهاز الهضمي ككل، وبالذات الامراض اللي ممكن تبقى مزمنه زي الالتهابات التقرحيه للجهاز الهضمي والقولون. العصاره الصفراويه مهمتها انها بتساعد في زياده نشاط البكتيريا النافعه في الامعاء الغليظه وتقليل نشاط البكتيريا الضاره في الامعاء الدقيقه. عشان كده قلتها ممكن تساعد في مرض احنا بنسميه فرط النمو البكتيري في الامعاء الدقيقه اللي هو سمول انتستينال بكتيريا الاوفر جروس SIBO، وده من الامراض المهمه جدا ان احنا احيانا بنفضل نعالجها لفتره طويله. ومن ضمن طرق العلاج ان احنا بندي للمريض الاملاح الصفراويه اللي بيكون فيها نسبه عصاره صفراويه كتير. يبقى العصاره الصفراويه مهمه جدا في حمايه الجهاز الهضمي من الامراض المزمنه اللي قد تصل لحد الالتهابات التقرحيه في القولون. خلاص، من ضمن الوظائف المهمه جدا للعصاره الصفراويه ان العصاره الصفراويه قلويه، فبتساعد في موازنه حمضيه المعده، وده دور مهم جدا انه بيحمي المعده من التقرحات اللي قد تصل لحد التقرحات النزفيه. يعني لان احنا عارفين طبعا ان المعده حمضيه، والعصاره الصفراويه قلويه، فبتحسن ان تحمي جدار المعده، ان تزيد حمضيه المعده او حمض ال HCL اللي ممكن يؤدي للتقرحات وتاكل جدار المعده وبعد كده قرح نزفيه. فده من الادوار المهمه جدا للعصاره الصفراويه. طبعا يا جماعه انا كده حاولت الم لكم اهم وظائف للعصاره الصفراويه
اللي احنا احيانا بنغفل عنها. طيب انت ايه الحاجات بقى اللي ممكن اخدها تزود افراز العصاره الصفراويه؟ زي ما قلت لكم الزيوت الطبيعيه زي زيت جوز الهند، زيت الزيتون مهم جدا جدا جدا. لو انا حطيت زيت الزيتون على كوبايه ميه، معلقتين على كوبايه ميه بعد كل وجبه هيحسن من الاكل. لو حطيت زيت الزيتون او زيت جوز الهند على طبق السلطه او الخضار اللي باكله هيحسن من افراز العصاره الصفراويه ويحسن من وظائف الجهاز الهضمي ككل. لازم اطبق النظام الغذائي الصحي، ان انا اولا ما اكلش دهون كتير، ما اكلش حلويات كتير، ما اكلش نشويات كتير، اخلي الاكل بتاعي متوازن يحتوي على عناصر غذائيه متكامله. ما اكلش وانام بعد الاكل على طول، لازم في فتره تتجاوز الساعتين، لازم في ليا رياضه يوميه حتى المشي العادي، لازم اشرب كميه ميه كتيره، اقلل من الاكل اللي فيه مواد حافظه، اقلل من المياه الغازيه، شرب المياه الغازيه. لو انا وزني زاد ابدا في تقليل وزني شويه. طبعا دي من الحاجات اللي بتحسن وظائف الجهاز الهضمي وبتساعد الكبد على اخراج كميه من العصارة الصفراويه اللي بيخزنها في المراره ويوصلها الامعاء الدقيقه وتحسن الهضم ككل. بالنسبه لمرضى الكبد، مرضى الكبد احيانا بيكون عندهم نقص في اخراج العصارة الصفراويه من الكبد عشان امراض الكبد زي الالتهابات الكبديه الفيروسيه وغيرها، او مرضى الالتهاب مرضى الكبد الدهني. دول انا بنصحهم ان لازم يكون معاهم كبسوله فيتامين ه يوميا، كبسوله فيتامين ه يوميا، ممكن ناخد كبسوله او اتنين يوميا. فعلا الكبسوله دي مهمه جدا جدا جدا. احنا دايما احنا المتعارف علينا ان الكبسوله دي بتفيد مرضى القلب، ولكن هي مهمه جدا جدا لمرضى الكبد، الناس اللي عندهم امراض في الكبد بالذات الكبد الدهني والالتهابات الكبديه اللي بيكون عندهم اصلا عصاره صفراء بتخرج من الكبد احيانا قليله شويه. كبسوله فيتامين ه او اي مهمه جدا 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 مره او مرتين يوميا عشان تحسن من وظائف الكبد وتحفز الكبد انه يطلع كميه عصاره صفراويه يقدر يخزنها بكثره في المراره عشان تطلعها بتركيز عالي جدا، يساعد في اذابه الدهون وجزيئات صغيره وافادتنا من الفيتامينات الموجوده فيها. اتمنى اكون قدرت افيد حضراتكم بالدور المهم جدا 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 والهندسه الربانيه العظيمه جدا. سبحان ربي الخالق، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي المبدع. في كل حاجه في جسمنا ابداع يعني يعجز اللسان عن وصفه، ولكن انا بحاول بقدر الامكان ان احنا نقدر نوصل للحاجات المهمه جدا جدا في جسمنا. واحنا لو قعدنا نتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى مش هيكفينا فوق اعمارنا اعمار حتى لو عشنا ملايين السنين، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. دي حاجه بسيطه جدا جدا من حاجات كتيره، وانا عجزت برضو ان انا اقول كل الفوائد المهمه للعصاره الصفراويه، لان انا ربنا سبحانه وتعالى يعني اعجازه غير قابل للوصف، يعني اعجاز ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش نوصفه في كل حاجه، ولكن بنحاول بقدر الامكان نوصل للحاجه اللي تفيدنا كلنا وتفيد المرضى. اتمنى اكون فدتكم في اخر الحلقه بتاعتي، واتمنى انكم تعملوا شير ولايك ومتابعه للصفحه عشان يوصلكم فيديوهاتي كلها. تحياتي واحترامي لكم جميعا، خالص امنياتي القلبيه بالصحه والسلامه والسعاده والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.